حازم شو بدنا بهالشغلة؟ شو بدك بأسيل؟ ليه هالقد مهتم بهالموضوع؟ هول ناس خطرين بخوفوا، ما قلنا مصلحة نعلق معهم. يا نايا يا نايا، مشان الله فهميني فهميني. البنت امبارح كانت رح تنتحر، بتعرف شو يعني؟ يعني رح تقتل حالة. أنا لازم أوقف معها، ما بقدر أتركها. وبلكي عملوا لك مصيبة؟ هول العالم ما في رحمة بقلوبها. شو؟ وإذا انتحرت؟ وإذا ماتت؟ وإذا قتلت حالها؟ بتنبسطي؟ عن جد بتنبسطي؟ كيف رح تسامحي حالك؟ فهميني؟ حازم بليز، هذا الحكي عم بخوفني. أنا بحاجة لإلك، أنا قصدي كمان يعني نور وجود، بحاجة لإلك. أهلك، فكر بأهلك. أنا وعدت أسيل بدي ساعدها، ويعني بدي ساعدها ورح أوقف معها. ليه معند هالقد؟ ما عم بفهم ليه مصر يصير معك شيء؟ فكر. ما رح يصير شيء، واللي بده يصير يصير. بدي ساعدها يعني بدي ساعدها. شو عم تعمل؟ لوين رايح؟ احكيني شوي. نايا بدك تساعديني امشي معي، ما بدك تساعديني خليني انا اتصرف. اكيد بدي ساعدك، معقول اتركك لوحدك بهيك مصيبة؟ معناتها نحن لازم نوصل لسمير، بأي طريقة نوصل لسمير، يعني نفهم القصة من جهته، لأنه أسيل ما بعرف شو يعني في عندها وش البنت. معك حق بهيك موضوع، اترك الموضوع علي، أنا بعرف كيف أوصل لسمير. شو رح تعمل؟ شو ما قعدت الهم؟ شو وين رايحة؟ حازم وسقفية، بعرف شو عم بعمل. عيان عيان عيان، هدول ما بينحرق معهم. ما تخاف، عندي خطة حلوة. خليك هون 5 دقايق وبرجع.